كيف ما قلت لنا من قبل ان السيده هي اللي تسبت في دخول ديالك للسجن. ونقدروا نقولوا ان احمد الحب دخل الحبس. الا ماشي الحب، الثقه ماشي الحب، بداو الحب اخويا والصراحه شنو الحب؟ الحب لا ماشي الحب. كيفاش وقع؟ شوف، هو ولف تاني، ماشي كتولف واحد الشخص اللي يكون في جنبك وكتثق. ما كايناش ثقه، الثقه ما كايناش. انا الثقه هي اللي خلاتني ندخل الحبس، ماشي الحب. ماشي الحب. ماشي شو قالك مع السيده؟ والله تشيلي، من تشيلي بيا بياتريس الرينا بيرنال. زعما كان معروف عليهم ناس مزيانين تشيلي. البلاد حجر وطوب. تشيلي فين مزيانين؟ تشيلي اشفاره والله. الا تمشي تمشي لتشيلي، تمشي لسانتياغو، تمشي للكيشي تبغي تخرج فلوس كتلقى جوج واقفين عليك. وحق لا اله الا الله. سانتياغو تشيلي كلهم شفار، وكلهم في الغربه شنو كيديروا؟ الحبيبه المغرب. كيسرقوا. شوف الشيليين معروفين بالسرقه، كيسرقوا وكيدخلوا للديور وكيقنيوا البزنازه اللي جايين من امريكا اللاتينيه اللي جايبين الكوكايين. وكانوا بداو يطيحوا على الباكستانيين اللي كيجيبوا الهيروين على الباكستاني. ذاك الباكستاني راه عالم خور يا اخي الكريم، ادكى خلق الله كيجيوني انايا واعرين. هذوك الناس كانوا كيقنيو الباكستانيين. البوليفيين خدامين واخا عندهم الكوكايين، وكوكايين واعره ديال البوليفيا هي فين كاينه في الصراحه. كولومبيا راه ما فيها حتى كوكايين، هو براسو اسكوبار كان كيمشي حتى البوليفيا باش يجيبها، ولكن ما خدامينش فيها وما كانت مباحه عندهم. لحد الان راه باقيين سواق، كاينه الاوراق ديال الكوكايين كيديرها بنادم الا عنده شي اكزام، الا عنده شي امتحان باش كيبقى مركز كيدير الوراق ديال الكوكايين. كيفهمونا مغاربه انها كتفتح؟ لا لا، هادشي ما كاينش هنايا اصلا. وما كاينش هادشي، ما كاينش الوراق ديال الكوكايين هنا، خاصو يمشي لاباز. وباش يجيب هاد الورقه ديال الكوكايين من لاباز راه خاص يكون سيدي ومولاي. الحقو سير لاباز حتى وسير البوليفيا وجيب باش تنقص بالبكالوريا، وحتى شكون خلاك بعدا تمشي لهيه. والكولومبيين راه مخربقين وناس شوف شي اللي خايبين بزاف، هما ديال امريكا الوسطى، هما الناس ديال هندوراس، غواتيمالا، نيكاراغوا، وبالاخص الهندوريين. الهندوريين كيقتل واحد بحال كيشرب الماء كيقول السلام عليكم، فهمت؟ هذا ما كان. والناس الشيء اللي راه ماشي مزيانين كما قلت مزيانين. اذا قدرتي طبعا تعطينا التفاصيل، كيفاش هاد السيده خوات بيك ولا بعتك ولا واش غادي نقول لك؟ هي اش نقول لك؟ هي كانت كتبغيني نقول لك لا. المهم حتى هي ولفتني بزاف، ولفت هذاك الستيل ديال الحياه ديالي وهادي. وهي عارفاني انني مزوج، رغم ان بعض المرات كندخل للدار وما خصهاش تعيط عليا في ذاك الوقت، وكتعيط عليا وانا كنقول لها ما تعيطيش يعني عمدا، كديرها بالعاني. حتى كنصدق انا نقول لا وهادي وهادي وهادي، وتثبت لي بزاف ديال المشاكل، مي انا ما رديتش البال منها. انا قالتها ليا هي، قالت لي انا يا راه والله ما نخلي شي وحده اخرى تديك، ولكن انا كنت كنصحابها كضحك. وباش شنو فكرت؟ قلت شنو غادي دير؟ دير لي السام؟ ما عمرني فكرت انها تصيفطني للحبس اصاحبي. كيفاش عملت لك باش سرداتك؟ ما نكذبش عليك، انايا غادي في الطوموبيل بالسلعه، غادي انا وياها سديت البار، هزيت المسائل، غادي بواحد بسلعه. انا ديجا عندي ثلاثه البلاد، جوج بلانات اخرين قبل منها. كنت اصلا محكوم بعامين وما دخلتش للحبس، حيت القانون الاسباني الا ضربتي الا تحكمتي بعامين ما تدخلش، عامين ونهار كتدخل للحبس، هذاك النهار هو اللي كيدخلك للحبس. المهم الا ما دخلتيش للحبس، نهار كطيح كيجمعوا لك الماضي والحاضر والمستقبل. برافو، فهمت؟ الله يرحم لك الوالدين. هذه هي الاولاد. هاد العامين هذه كانت ماشي على، كانت على شي حاجه بسيطه بلا ما نجبدوا سميتها، شي حاجه وقع واحد المشكل وكتحكمت فيه بعامين. ومن وراها كانوا عندي جوج المناتي فخرين. وفاش مشيت سديت البار وغادي انا وهاد السيده هذه اللي هي بياتريس رينا برنال، غادي مشيت غادي نوصلها غادي وكنهضروا عادي. قالت لي واش ما باقيش، واش غادي تعمر معايا ولا ما تعمرش معايا؟ قلت لها صافي هضرنا في هذا الموضوع بلا ما نبقاو نهضروا، خليني نمشي انايا نقضي غراضي. وما فتهاش انايا بواحد 100 200 قولوا حتى 500 قولوا حتى 500 المترو. وقفوا عليا مشاو ليا ديريكت. ماشي يعني شي واحد باعك، وانا شكون اللي كان معايا في ديك الساعه؟ ما كان معايا حتى شي واحد، كانت هي اللي كانت معايا. يخلص الله، الله يسامح ليها. كانت 18 سنه الشريف. هو 18 ما هي اللي حكمت عليا، رانا اللي حكمت على راسي ملي كنت كندير. شوف بغيتي العسل صبر القريص نحل، راه ما يمكنش انت تكون داخل لواحد الدومين اللي هو غير قانوني وما دايرش قدامك الحبس. راه خاصك اول حاجه تفكر فيها هو الحبس وكيفاش تلقى ليه المخرج. حتى الموت. لا الموت حاجه اخرى، الموت متي تفكيتي، الحبس راه كيبقاو يتابعوك، فهمت؟
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.